جو سوي فريمون تري توشي. شكرا بزاف. تفضل. واخا ما خليتيش. سي حسن السؤال اول اول سؤال السي حسن هو بخصوص انك قلتي ناظور تستحق مسرح. انا اجمالا اجمالا كنعتبر ان مدينه متوسطه الحجم وما فيهاش مسرح هي مدينه محقوره. المواطن اللي ساكن فيها خصو يعتبر انه هو محتقر بكل بساطه. اي مدينه صغيره متوسطه كبيره ما فيهاش مسرح المواطن اللي عايش فيها خصو يعتبر بانه هو محتقر بهذا البساطه. هذه ماشي للفن، هذا ماشي للفن، مش حق ديال الفن، هذا حق ديال المواطن باش يلتقي في ظروف كريمه. لانه شنو علاش تدير بلاد ودوله مش تكون كرامه؟ يلتقي مع مع المنتوج الفني والثقافي في ظروف كريمه، ظروف تحت. شوف الجمهور ديال التمدن ديال الجمهور ديال اليوم واش ما يستحقش دار اوبرا؟ واش قليله فيه؟ شوف التحضر ديالو لا ديسيبلين ديالو. معنى ان كاين طلب على المنتوج الثقافي وكاين استعداد سلوكاتي طرائق العيش عند الناس كيفاش كيتصرفوا كيفاش داروا المسرح كيفاش دخلوا كيفاش تفرجوا صفقوا مشاو بحالهم. يعني كنعتبر بان اقل ما يمكن عندهم يكون عندهم مسرح على الاقل ديال 1200 بلاصه. الحمد لله، لان كاين مدن للاسف ما كنوصلوش ليهم، اما لانه ما كاينش نشاط ثقافي، ما كاينش بوادر محليه لتنشيط المدن، واما ما كاينش تجهيزات، تجهيزات اللي كتخلينا نتلاقاو مع الجمهور. الاحساس ديالي ديال اليوم زوين، لان هذه واحد النقطه اللي باقي ما وصلتش ليها. النهار بديت كندير الفكاهه، عمري ما جيت للناظور. تصور عمري ما جيت للناظور، لعبت في الحسيمه ما لعبتش في الناظور، علما بانني جيت للناظور بزاف ديال المرات في الصغر ديالي في الشباب ديالي، ولكن ما جيت. حسيمه ندير فيها واحد المهرجان. اليوم كاين النسخه الاولى ديال مهرجان السينما، فيها مهرجان ديال المسرح، وخص تشوف الشبان ديالها شنو دايرين. دايرين نشاط نشاط وحركه ثقافيه حقيقيه في مدن ما كايناش، في مدن متوسطه وكبرى في المغرب، كاينه في الحسيمه، بقاعه يعني فيها ابسط تجهيزات اللي يمكن تكون في قاعه خلقي منها العجب العجب. وهذو جوج الحوايج مهمين، هو البوادر المحليه الاساسيه. راه كيمشيو كي هذوك الدراري ديال الحسيمه تيمشيو يلقطوا الفلوس باش يديروا المهرجان ديالهم، كيلقطوهم من هنا ومن هاد المسؤول، وهذا يقول لهم واخا والاخر يوعدهم والاخر يتسنى الى اخره. خاص بوادر محليه، وهذوك مثال يحتذى به في الحسيمه، محليه كما داروا الناس ديال هذا المهرجان. خلقوا مهرجان، راه مهرجان كبير، راه ما كاينش في الدار البيضاء بحال المهرجان، راه ما كاينش. يعني كيخص تجهيزات وكيخص البوادر المحليه ديال التنشيط الثقافي والفني، لان هذا الشيء تيكون المجتمع. صافي ان شاء الله. يعني انا كنحاول ما امكن، يعني الاعمال ديالي هي على قد الحال، يعني هي كتجي من واحد الاملاء داخلي يعني، وما كرهتش يعني مع الاخوان هنا. عندي واحد جاذبيه كبيره لهذا الشعب، واحد العاطفه خاصه وجايه من الصغر، وما كرهتش. لعبت واحد مره مع واحد صديق في حسين، ولكن كان يعني تبادل بسيط جدا، ولكن باش نديروا منتوج حقيقي كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. يعني خصنا ننظموها ان شاء الله، نتلاقاو مع الاخوان ونلقاو كيفاش. وانا فنان، هذه الخدمه عرفتي ديال من؟ ديال لي برودكتور. خاص مونتيج يهز التليفون يقول لي با حسن غنجي عندك نلاقيك مع واحد جوج ديال الاولاد، ولا يجي عندي ونطلعوا هنايا ونشوفوا الاولاد ونتلاقاو معاهم. انا اول مره اول حاجه جيت قلت لهم فينا هما الاولاد اللي لعبوا قبل مني؟ هذيك كنت اول حاجه بغيت نعلقهم نشوفهم، لان كنعرف واش يحسوا. لان انا دزت من هذيك الطريقه، تنعرفهم باش يحسوا ممكن يلعبوا مع شي نجم وكذا والى اخره. هذاك الاحساس الاول اساسي جدا، وكان انا بالنسبه لي في المشوار ديالي حاسم ان الرواد اللي كتلاقى معاهم تيمد لك يدو، ما كيعطيك حتى حاجه، كيبتسم في وجهك، هذيك الابتسامه كتجري عليك المشوار ديالك كامل.
وهذه مساله تربويه بيداغوجي من ناحيه البيداغوجيه مهمه جدا جدا جدا. لا ما كاينش الكوبل هذا العام. شنو السبب؟ اسباب متعدده، لان ما كاينش الوقت. انا دابا مشغول في مشروع اخر كنكتب فيه وغنصوره عما قريب، والكوبل اتعباني نسبيا، اتعباني وشويه نفسانيا ما بقيتش فرحان نديرو، فهمتي؟ يعني ما كاينش معامل، فهمتي؟ ما كاينش غياب ديال حسن الفد على لجنه التحكيم ديال عمل المهرجانات، ولا ديال البرامج اللي دوزو سواء في القناه الاولى سواء ديال دوزان ديال الضحك. ما كيعجبنيش ندير اللجنه، الاولاد كيعجبوني وكيبقاو فيا، واللجنه مهمه انا كنعيشها عاطفيا بواحد الطريقه شويه صعيبه، اما ماشي بعيد شي نهار تلقاني في اللجنه، ولكن هو ماشي تمرين اللي تيستهويني بالدرجه الاولى صراحه. وان كان انك تكون في اللجنه ماشي سهل، الاخوه اللي كاينين في اللجنه راه كتكون عندهم واحد المسؤوليه كبيره، اللي خصهم يوجهوا، خصهم ينصفوا، خصهم يحفزوا ويشجعوا، خصوصا لان كيتعمق الامر وما يعطيوش امال خاطئه، هذه خطيره جدا. تشد واحد الشاب وتقول انت فنان صافي، انت نجحتي، كتبيعوا العجل، كنقولوا كتبيعوا العجل. هو يعني خاص توجه تقول له، ولا خاص تقول له شوف اولدي خاصك تمشي دير شي مهنه اخرى، ما تخليهش كيضيع وقته. ما تتفكرش السي حسن تخرج هاد التجربه ديالك تمررها للجيل القادم بواحد المدرسه ديال حسن الفد في الكوميديا؟ انا كنديرها بطريقه تلقائيه المساله، لان حتى ملي كنت كندرس المسرح ولا كنت كندير التكوين ديال الشبان، كان دائما التكوين ديالي كيدار من خلال مشاريع ماشي من خلال دروس اكاديميه. ولحد الساعه باقا ندير، انا تنكتب مع ناس ما عمرهم كتبوا، تنكتب مع شبان عمرهم وقفوا قدام الكاميرا، وكنعتبر ديما بان المشروع هي مناسبه ديال التكوين، هذا سي ان بروجي دو فورماسيون، فيه ان ابوتيسمون دو بروجي، مي فيه اون فورماسيون الداخل، ماشي دروس. تنتكلم بحال التجربه اللي خدوها تكادا هي تجربه ناجحه، وتيظهر لي بان نحافظوا على الموروث اللامادي. اذا ما مدى تهيئه سي حسن الفد في تاسيس مدرسه للكوميديا في الوطن في المملكه المغربيه؟ انا كما قلت لك ما غاديش ندير التكادا مدرسه، هما مدرسه اولا كتوجه فني وكاختيار استيتيكي، هما اصلا مدرسه. اللي كاين انا ما نقدرش ناسس، على الاقل في الوقت الراهن كان الحديث على تاسيس مدرسه، على تاسيس نادي ليستوعب الشبان، ولكن الاولويات ديالي في هذه السنه ونصف الاخيره تغيرت. ما نكذبش عليك، انا المشروع كان وارد، وان الفضاء ديالو توجد، وان البرنامج ديالو ديال التنشيط وديال ديال التكوين ديال الشبان والى اخره، ولكن الاولويات تقلبات ودخلنا في واحد، وهي حياه الشخصيه ديالي اثرت على هذا الاختيار.